آثار القصف والدمار في قرية البشيرية في أحد المنازل والتي تعرضت للقصف العشوائي ليلا من حاجز المصل المتواجد في بلدة محنبل في تاريخ 15/4/2013. هذا مكان نزول أحد القذائف في أحد البيوت للمدنيين العزل. قرية البشيرية وما زالت تتعرض يوميا القصف من قبل الحواجز المتواجدة في جزر الشغور وحاجز المعصرة في بلدة محمد.